الموارد البشرية تعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ومن هذا المنطلق عقد المؤتمر الدولي لإدارة الموارد البشرية بالجمعية الملكية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع للتأكيد على دورها في التنمية المستدامة. ما بعمل تنمية بشرية يعني معناها بعد أجيال قادرة على القيادة، أجيال قادرة على الإدارة، أجيال قادرة على أن تحسن إبراز ما تكون موجودة فيه، من سواء على هيئة مشروعات صناعية أو على هيئة حاجات إدارية أو على هيئة ثقافة سياحة. التنمية البشرية عنوان للنجاح، ده اللي نقدر نقوله. وأكد المشاركون على أهمية تنمية مهارات طلاب الجامعات المصرية لاكتساب المهارات اللازمة للخروج لسوق العمل، وهو الأمر الذي تعمل عليه العديد من الجهات الحكومية والخاصة. احنا عملنا مبادرة للشباب لتأهيل الشباب لسوق العمل. المبادرة دي بتبقى جزء من إدارة الموارد البشرية، وجزء في تعليم لغات، وجزء ليه علاقة بصناعة التعهيد اللي هي البيزنس بروسيس أو سورسينج، اللي هي ليها علاقة بالكاستمر سيرفيس وليها علاقة بالكوميونيكيشن سكيلز. ان معظم مجالات الشركات النهاردة معتمدة على صناعة التعهيد. الشباب النهاردة لما نطورهم تطوير الموارد البشرية اهمها تنمية الذات. لما انا النهاردة انمي الذات وانمي العنصر البشري اللي هو بعد كده مستقبل مصر، هو ده اللي هنقدر بيه بعد كده نقف ضد كل التحديات اللي موجودة في العالم. تطوير العنصر البشري هو أهم شيء في تطوير الصناعة، في تطوير التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتملك مصر الخبرة الكافية والقدرة لتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للقيام بالمهام المختلفة التي يتطلبها سوق العمل، لتأخذ صناعة تنمية الموارد البشرية نصيبها العادل وسط الصناعات التقليدية الأخرى. إدارة الموارد البشرية تعد واحدة من أهم الإدارات داخل أي مؤسسة، وتختلف مهامها وتحدياتها طوال الوقت باختلاف المؤسسة وتغيرات وظروف العمل ومستوى تأهيل طلاب الجامعات المصرية لسوق العمل لمواجهة التحديات الراهنة. أسماء حسن، أمين.